ونروح بعدها بقى مع حضراتكم للصحافه الرياضيه. بص احنا مش هنروح قوي يعني، نروح شويه يعني هنشوف كده سريعا اهم بس المانشيتات اللي كانت بعد امبارح تحديدا والبالون دور، واهم يعني الاخبار على الساحه. ايه المانشيتات بالظبط اللي كانت من الشروق تحديدا؟ كانوا بيتكلموا عن 6 منتخبات بتجري استعداداتها في ابو ظبي قبل المشاركه طبعا في المونديال، وده طبعا الحدث الاكبر حاليا في العالم كله، يعني الحدث الرياضي الاكبر في العالم كله. عايز اقول لحضراتكم منتخبات السعوديه والارجنتين وسويسرا وغانا واوروغواي والكاميرون خلاص بيستعدوا لنهائيات كاس العالم 2022 طبعا في قطر، وابتدت المعسكرات خلاص التدريبيه كريم والمباريات الوديه في ابو ظبي، ده حسب ما ذكروا مجلس ابو ظبي الرياضي. طبعا حدث كبير مرتقب وحدث نتمنى ان شاء الله ان برضو يقام مره في مصر، احنا نستحق ذلك، واتكلمنا في النقطه دي اكتر من مره لان ليها عوائد كتيره جدا، يعني غير فكره ان انت بتستضيفه بس على ارضك، لا انت بتاخد مكاسب اخرى كتيره جدا على الارض. صحيح. فنتمنى ان شاء الله يكون يعني ده محقق قريب. وفي نفس الوقت طبعا في ناس كتيره جدا هتسافر، انا ما اعرفش انت هتسافر ولا لا، بس يعني وخلاص فاضل اقل من شهر يعني على كاس العالم، بس كتير 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 جاليات من كل انحاء العالم طبعا هتسافر عشان تحضر كاس العالم. طيب المانشيت الرئيسي في اليوم السابع بيقول بالارقام مانشستر سيتي هو اقوى خطوط الهجوم في اوروبا لهذا الموسم، ويعني في دباجة التفاصيل بتاعت الخبر بتقول انه على الرغم من تصدر ارسنال المحترف بين صفوفه نجمنا المصري محمد النني جدول دوري ترتيب الدوري الانجليزي بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، الا ان السيتي تحت قيادة جوارديولا يعد هو الاقوى هجوميا في الدوريات الاوروبية الكبرى او البيك فايف. بص هو مانشستر سيتي بصراحة متألق جدا مؤخرا، يعني انا مع ان انت لو بصيت للتاريخ ما تلاقيش قوي لا كان لا ازاي بس يعني بس مش لا قارنه باسماء تانية ما فيش مقارنه، بس في تالق مؤخرا بشكل كبير، ربما بيرجع برضو لمنظومه قويه من اداره فنيه وصفقات بتتم، يعني الى حد ما مش هنقول ان هو لا يستحقها، لا بصراحه هو يستحقها طبعا. انت ترتيب عندك هنا ارسنال، بعد كده مان سيتي، بعد كده توتنهام، بعد كده تشيلسي، احنا دلوقتي ليفربول بقى مركز 8 يعني بالمناسبه. طيب تعال نروح لبطولات تتكلم برضو عن البالون دور، كان بس تكلم من زاوية تانية، فكرة هنا ترتيب لاعبي ليفربول في الكرة الذهبية، وتحدث ان افضلهم محمد صلاح، وكان بيحط تحديدا اللاعبين المرشحين او الاسماء اللي رشحت لهذه الجائزة، هم كانوا من ال30 لاعب 6 لاعبين طبعا على رأسهم كان محمد يعني صلاح، اللي برضو الى حد ما على صعيد طبعا المراكز في القائمة المرموقة هو اللي تصدر ال6 اسماء يعني بالمركز الخامس، وبرضو ده كده زي ما بيتقال كده بعض الدراسات اللي بتتعمل يعني والاحصائيات. طيب مانشيت الشرق الاوسط هياخدنا لدوري السله الامريكي اللي بينطلق اليوم، وليبرون جيمس يتطلع لتحطيم رقم عبد الجبار القياسي. كريم عبد الجبار بالمناسبه للي من حضراتكم كان بيتابع الان بي اي او كره السله الامريكيه عموما، ده كان من الظواهر الخارقه للطبيعه الحقيقه. كريم عبد الجبار كان ايقونه من ايقونات كره السله الامريكيه للمحترفين طبعا، واسم كبير، وهو يعني شوف عدى عشرات السنوات على وجود كريم عبد الجبار في ملاعب كره السله الامريكيه، لغايه النهارده هو لسه في لاعب جديد بيتطلع لتحطيم رقمه القياسي السابق، فاحنا بنتكلم على ظاهره يعني طبعا حد مش طبيعي يعني. كبيره بين دوده طبعا. على كل حال احنا كده اهي الاخبار عدت على خير.